نوبة صحيان مفاجأة لفرق القاع وبيراميدز عقدته بتتفك والأهلي مفيش حد قادر يوقفه في الدوري. أهلا بيكم في جولة الصحيان وفك العقد من أخطر دوري في العالم. تشكيل أفضل 11 في الجولة 16 من الدوري بيبدأ بمحمد الشناوي حارس الأهلي. كان تصدي للشناوي الموسم ده كان طريق فوز الأهلي. 3 تصديات على الاقل في الدوري لمحمد الشناوي كانوا قادرين ان هم يغيروا اتجاه الماتش للاهلي، اخرهم كان راسيه علي جبر ضد بيراميدز. في خط الدفاع الحسيني سمير باك شمال اسوان اللي كان اكتر لعيب في فرقته استرجع الكوره من الاسماعيلي وقتل خطوره الناحيه دي تماما للدراويش علشان يساهم في فوز فرقته المفاجئ. علي جبر مدافع بيراميدز سجل الجول الاول في الاهلي والشناوي حرمه من التاني، وكل ده مع اداء دفاعي هايل. معاه محمود علاء مدافع الزمالك اللي نجح في مراقبته للوكاسا مهاجم حرس الحدود القوي، وقبلها سجل هدف التقدم للزمالك من ركل الجزاء علشان يكون رسميا اكتر مدافع سجل للزمالك على مدار تاريخه. زولا باك يمين طلائع الجيش في الشوط الاول كان اكتر لاعب استرجع الكوره لفرقته من نادي مصر، وفي الشوط الثاني اتفرغ لادائه الهجومي علشان يقدم شوط مميز جدا اكتسح فيه طلائع الجيش نادي مصر. في خط الوسط اليو ديانج لاعب الاهلي قدم دوره المعتاد بامتياز في قطع الكرات من بيراميدز، وبعد جول علي جبر قدم دوره الهجومي علشان يكتب فوز الاهلي. معاه عبد الرحمن عامر لاعب انبي اللي كان هادي جدا في دوره الدفاعي اللي قدمه بامتياز ضد المقاولين، خصوصا لما المقاولين قلل الفارق، ورغم ان المقاولين كان ضاغط في اخر ربع ساعة لكنه كان هادي في التحاماته، ما كانتش متهورة علشان يساهم في فوز انبي. اشرف بن شرقي رغم ان هو بدأ كمهاجم صريح مع الزمالك ضد حرس الحدود وده غير مركزه، الا انه كان هايل جدا في تبادل الادوار مع الطرفين، جاب ركلة الجزاء اللي سجل منها الزمالك الجول الاول وبنفسه صنع الجول الثاني بعد هات وخد ممتاز جدا مع زيزو. محمد شريف وممكن نعتبره افضل شادو سترايكر في الدوري المصري الموسم ده، ثنائيته مع محمود قعود حسمت ماتشات صعبة كتيرة لإنبي، والجول اللي سجله في المقاولين العرب جاب بيه 3 نقط غيرت من وضع إنبي في الجدول. عمرو جمال بيسجل للماتش الثاني على التوالي مع طلائع الجيش علشان يصلح ركلة الجزاء اللي أهدرها بعد ما كان جابها بنفسه. آخر اسم إسلام فؤاد صاحب ثنائي الطنطا في المصري، وده بفضل تمركزه بشكل كويس جدا دايما في منطقة الجزاء. فريق الجولة طلائع الجيش اللي بيستعيد توازنه في آخر ماتشين، اتعادل مع مصر المقصة وحقق أكبر فوز في الجولة دي على نادي مصر 4-0. والأهم من ده إن لعيبة كتير في طلائع الجيش استعادت مستواها. كريم طارق بيسجل وبيصنع، عمرو جمال بيسجل للماتش التاني على التوالي. لاعب الجولة اليو ديانج لاعب الارتكاز النموذجي في خطط ريني فايلر، بيقدم أكتر من دور. دوره الأول قتل هجمات المنافسين واسترجاع الكرة للأهلي وده بيقدمه بامتياز، والدور الثاني في قدرته على الاستلام وتسليم الكرة بشكل كويس جدا لزمايله وتمريراته دايما لقدام. وضد بيراميدز لما زاد وقت التأخر علشان يقدم دوره الهجومي كان قادر انه يسجل ويصنع علشان يكتب فوز قاتل للأهلي أخيرا اتحقق على بيراميدز. أجمل جول في الجولة جول إسلام فؤاد الثاني في المصري بعد ما سجل بنفسه الجول الأول بسوء تغطية من دفاع المصري، قدر يستغل نفس الظروف ويسجل الجول الثاني بس بطريقة أحلى بكتير. أفضل مدرب في الجولة عبد الحميد بسيوني مدرب طلائع الجيش اللي قدر إن هو يتجاوز بفرقته الفترة الصعبة اللي مروا بيها أخيرا، قدر ان هو يتعادل مع مصر المقصة وفي الجولة دي يفوز على نادي مصر 4-0 علشان يتسبب في رحيل عبد الناصر محمد مدرب نادي مصر. بس الاهم في عودة عبد الحميد بسيوني لطلائع الجيش انه كان قادر يرجع لعيبة كتيرة جدا لمستواها، يحررهم من الضغوط النفسية علشان يخرج منهم افضل اداء ممكن. فاجأت الجولة ضياع الفرص السهلة وزود عليها والجول فاضي. قبل كده كنا بنشتكي من سوء استغلال المهاجمين للفرص اللي بياخدوها، دايما في بطء في تحركاتهم فاحنا بنسميها محطة، ودايما عدم استغلال للفرص. لكن في الجولة دي ظهرت حاجة جديدة، فرص بتضيع والجول فاضي،
زي ما شفنا محمد عبد المجيد مهاجم أسوان وهو بيضيع فرصة قدام الإسماعيلي، ومحمد عنتر وهو بيضيع فرصة ضد حرس الحدود. وفي الآخر بنسأل الضغط والسكر دول بيجوا للمشجعين منين؟ أغرب لقطة في الجولة لوك محمد دبش مدافع مصر للمقصة. لو انت كنت بتتفرج على ماتش مصر المقصة ضد سموحة كنت هتستغرب مين فان دايك اللي واقف في دفاع المقصة. محمد دبش مدافع المقصة قرر ان هو يعمل لوك احسن مدافع في العالم في الوقت الحالي، بس لو جيت بصيت هتلاقي ان هو مدي شوية على ابراهيموفيتش، بس لو ركزت شوية ممكن تلاقي محمد صلاح. من الجولة الجاية إن شاء الله هنقرأ معاكم تعليقاتكم عن أفضل وأبرز اللقطات في الجولة. شاركونا على هاشتاج أخطر دوري في العالم، وأكتر 5 لقطات مميزة منكم هنعرضها في الحلقة.